ونقول صباح الخير من يوم السفر. اليوم إن شاء الله بإذن الله في الليل لازم أكون في المطار، فصحيت بدري، رتبت سريري زي الشاطرة، ودحين أبغى أشيك على البيت أشوف لو كان يعني غبار، أكنس الأرضيات، أمسح زي كذا. هو أساسا 100% بعد ما أرجع من السفر راح ألاقي البيت معدوم مع غبار، فراح أشيك على البيت، أشيك على الشنط، أشوف إيش ناقصني، إيش باقي أشياء. هو إن شاء الله بإذن الله ما ناقص حاجة، بس يعني لازم أشيك التشيك الأخير وأقفل الشنط وخلاص. وطبعا حاخدكم معايا، راح أصور كل شيء. فيلا قبل ما أبدأ بأي حاجة راح أشحن جوالاتي وراح أشحن الباور بانك. شوف، هو كان بإمكاني إنه أشحن قبل ما أنام، يعني كان بإمكاني أنام أحط جوالاتي في الشاحن وأصحى ألاقي كل شيء مشحون خلاص، بس ما أعرف ليه أنا مرة ما أحب أشحن جوالاتي في الليل، ولا أحب أي شاحن يكون شغال وانا نايمة. من كثر ما اسمع عن الشواحن ومشاكلها صرت اخاف اشحن وانا نايمة. خلاص لما اصحى ربع ساعة نص ساعة وخلاص. شوفوا هذا الشاحن كيف، شوفوا جوالي هذا كم شاحنه عادي، وخليته دحين لما صحيت قلت خليني اشحنه. فراح احط الباور بانك اول شيء، بدأ يشحن، وراح اشحن جوالي هذا، راح اشحن الجوال اللي ما استخدمه كثير لانه اللي استخدمه لازم اتفرج وانا اشتغل. هذا الجوال الثاني، وراح اشحن كمان الكاميرا. هذا الشاحن حق الكاميرا جاهز، دحين اشحنها. بس اللابتوب، صراحه اللابتوب ما راح اخذه معايا، يعني حاخذ بس الكاميرا وجوالاتي والباور بانك وبس. بعد ما يخلص هذا الجوال اشحن الجوال الثاني. ايوه لحظه خليني اوريكم مره واحده هنا، دقيقه. شوفوا المنطقه هنا اللي عند الباب، ما اللي هو عند باب الشقة، تخيلوا البيت كله كوم، وهذا المربع اللي هنا اللي قدام باب الشقة كوم تاني. السيراميك هو شوفوا مو باين مرة مزبوط في الكاميرا، بس السيراميك لونه أبيض. المربع اللي هنا اللي عند الباب كده عارفين اللي شوية كده لونه بني، مهم شايفين عليه طبقة غبار. ولو تشوفوا هنا تلاحظوا، شوفوا هنا كيف يدخل كده زي الأوساخ. شوفوا هنا شوية باين الغبار على الطرف، يدخل معاه أشياء. قالوا لي أول اشتري اللي هو هذا الحاجز اللي هنا عشان مرة واحدة يمنع الحشرات ويمنع الغبار، لكن للأسف ما فادني في الغبار أبدا. حشرات الحمد لله ما في، بس الغبار لا. هاد المنطقة دائما كده واجهة البيت دائما كده معدومة بالغبار، فبصراحة ماني لاقي حل، ما أدري شو أسوي. الحين راح أكنسها وبعدين راح أغسلها ببيسيل. ايوه افتكرت، خليني اقول لكم معلومه مهمه. واحده من المتابعات سالتني قالت لي مدام مكنسه بيسيل تغسل وتكنس في نفس الوقت، ليش تكنسي انت قبلها؟ في فتره من الفترات انا قبل ما اشتري بيسيل كنت ابحث عنها، اجلس اقرا عن الشيء قبل ما اشتري عشان اشوف انه ما احب اشتري حاجه وما استفيد منها. يعني عارفين الاشياء اللي بعض الاحيان تشتريها وتتركن عندك ما تستفيدي منها، ما احب انا زي كذا. قرات تعليق لوحده كانت كاتبه انه بعد ما اشتريت المكنسه كانت تكنس بيها وتغسل بنفس الوقت، وما اعرف والله هي كنست قزاز او حاجه زي كذا. المهم انه بعد ما كنست علقت الاشياء في المكنسه ما قدرت تصلحها ولا لقت احد يصلحها، ونفس الشركه اللي طلبت منها كانوا يماطلوا في الموضوع. والمهم انها ما عرفت تصلحها، كله بسبب انه في اشياء مع الكنيسه علقت فيها. فانا قلت ليش ادخل نفسي بكل هذه الدوامه، خلاص وهي كلها يعني حاجه بسيطه، اكنس اول شيء بالمكنسه وبعدين اغسل بي سي كذا، احس اضمن لي يعني. بس اللي حابه انها تغسل وتكنس في نفس الوقت عادي، ترى زي ما انت حابه سوي. اليوم قررت اني اسوي بروستد في البيت، بس المشكله انه اول مره اجربه، وصراحه خايفه من انه الدجاج يكون مو مستوي و يعني بدون سلق وعلى طول اقليه، احس انه ما راح يستوي من جوا، فقلت خلاص حجرب وان شاء الله يزبط يا رب. فانا عندي هذه الابره من جولي شيك، اشتريتها مره من زمان، مره من زمان اخذتها وما جربتها الى الان. اللي ابغى اسويه اني ادخل الحشوه اللي قصد التتبيله جوه الدجاج، يعني من جوه الدجاج اتبلها بواسطه الابره يعني، فان شاء الله انها تزبط. طيب الطريقه انه لحظه قبل ما اقول لكم على الطريقه، هنا عندي بسم الله، هنا عندي دجاج. اول حاجه غسلتها بالخل والملح والمويه، وبعدين هنا نقعتها في ليمون وملح ومويه، خليتها تقريبا 10 دقائق عشان هذه طريقه لين الدجاج، لان قلت لكم مره خايفه انه اقليه بدون ما يتسلق ولا اي شيء. سويت هذه الطريقه عشان كذا تلين الدجاجه
وتستوي بسرعة في القليل. فالطريقة اللي أنا طلعتها للبروستيت تقول حطيت هنا 3 ملاعق دقيق هذا اللي هنا، وححط عليه زي ما هو مذكور 4 فصوص ثوم. هنحط عليه عصير ليمونتين، وطبعا البهارات هنا، حطيت كركم وملح وفلفل أسود وكمون وبابريكا وبهارات مشكلة وشوية كزبرة ناشفة. هو المفروض يكون معاها بودرة ثوم وبودرة بصل، بس ما عندي فخلاص بدونه. بس أنا عشان راح أخرز التتبيلة جوة الدجاج بالإبرة، فالبهارات اللي هنا هقلبهم مظبوط. راح أحط نصها هنا على الدقيق، والنص الثاني راح أحطه في الإبرة هنا جوة. خلاص حطيت التتبيلة هنا، هقلبهم مظبوط وانزل عليهم الدجاج. خلاص هنا تبلت الدجاجة، بس لقيت انه بعدها بعد ما نتبلها زي كده لازم نحط عليها بيضة ونرجع نتبلها من جديد. ما اعرف ليش كده مكتوب، بس المهم انه احط عليها بيضة وارجع اقلبهم من جديد، وبعدين راح نبدأ نشتغل في دقيقة تغطية. دحين خلاص تبلتها بالبيضة، ما قلت لكم بعدها لازم نحط عليها بيضة. حطيت عليها بيضة وحطيت التتبيلة هنا في الإبرة، فحدخل التتبيلة في كل القطع حقت الدجاج، وبعدين راح أحطهم في الدقيق. الدقيق راح نحط عليه ملح وفلفل أسود، المفروض يكون كمان عليها بودرة ثوم بس ما عندي، فخلاص حكتفي بالملح والفلفل الأسود. دحين راح أحط التتبيلة في كل قطع الدجاج بواسطة الإبرة، وبعدين راح انزلهم، وبعدين راح اتبلهم بالدقيق، واخر شيء اقليهم. ما تبلت كل قطع الدجاج، تبلت 3 قطع بس، لانه ماني عارفه كيف حيطلع الطعم لما نحط كذا بهارات في مكان واحد. بس الإبرة عامه استخدامها سهل، بس تحتاج كذا ممارسه يعني عشان اقدر اتعود عليها. خلاص وبعدها حنحط القطع الدجاج هنا، هذه بس الثلاثة هي اللي تبلتها. شوفوا الدجاج، انا صراحه حمرته بزياده، هو المفروض انه قبلها ب5 دقائق خلاص اخرجه من الزيت، بس خليته عشان يستوي زياده، خفت. بس والله ما شاء الله تبارك الله الطريقه مره ممتازه. شوف ما هو شارب زيت ابدا، ما كانه مقلي، مره حلو. بس ما ادري الى الان عن الطعم كيف، بس ان شاء الله متاكده انه حيكون لذيذ، لانه البهارات والاشياء اللي حطيتها تناسقها مع بعض يعتبر لذيذ. فان شاء الله باذن الله بعد ما ناكل حكتب لكم، حقول لكم كيف الطعم. بس الشكل يشهي ما شاء الله، وهذه لقطة عن قرب اهو، شايفين مرة مو شارب زيت ابدا ابدا. ها لو اقرب كمان زيادة، ابدا مو شارب زيت. فشكرا لصاحبة الطريقة اللي ما اعرف من هي، بس المهم انه شكرا ليها، طريقة ممتازة. هنا جهزت الاشياء اللي بحطها في شنطة الظهر، نظارتي، ساعتي، ومفاتيح الجوالات، الباور بانك، الجواز، وهذه ملابس اللي حلبسها والعطر، وفي كمان باقي اغراض شوية دحين بجهزهم واجيب الشنطة واحطهم فيها، كمان اجيب شوزتي واشيائي، وبكذا اكون باذن الله جاهزة للانطلاق على المطار. الحمد لله كده خلصت، بس ابغى اشيك هنا الشنط، بشيك عليها بشكل سريع وبعدين اوديهم عند الباب وانتهينا. بس بخرت كل البيت، غرفة النوم، الحمد لله خلصت ارتحت. الحمد لله تأكدت من الغاز والأنوار وكل حاجة، تأكد انه انتو طفيتوا كل حاجة، ما خلت ولا حاجة شغالة. كمان الثلاجات وهذا كله خلاص فصلتها، ما فيها ولا شيء، فاضية تماما، كمان احسن فرصة ترتاح. السودة حاطة فيها ملابس دحمي والبزورة كلهم، وهذا الثاني حقتي،
اول مره في حياتي اسافر ومعي هذه الاغراض. طبعا ولا احد في العالم يسافر ومعاه زي كذا اشياء. اللي تخمن ايش هي الاشياء تطلب اللي تبغى. المهم لانه انا عارفه انه ما حد راح يجيب انا ايش حاطه هنا. وبكذا يا بنات نوصل هنا لنهايه الفلوج. باذن الله راح اصور لكم وانا هناك، بس ما راح يكون فلوج عادي، راح تكون تجربه. بعد ما اخلص من التجربه انزل لكم هي على القناه. وبس اشوفكم على خير ومع السلامه.